ونشوف جواد قبل ما ناخذ فقرة جديدة. جواد، أخبار الرسمة؟ يوم سريع. عم خلص لأنه كنت عم اشتغل فيه قبل. ما شاء الله يعني. بس بعرف إنه أستاذ حسام على الإخراج خيب، فباخذ احتياطات. فلازم اشتغل قبل ما. يعني بهمني كثير الخوفية بالكاريكاتير مهمة جواد. العفو. يعني مهم الرسم السريع. السرعة مطلوبة لأنه لازم أحيانا راح تكون متابع للحدث، أحيانا لازم يكون متابع للمخرج يخلص بسرعة. ففي في أمور تخلص الوقت، خاصة ب ب ب اللي يشتغل بالبرامج. تمام. لأن الوقت مو دائما لصالح الواحد. عموما الرسمة هي ناخذها نشوفها. جواد رسمة تاخذها الكاميرا وتستعرضها للمشاهدين. عملية جراحية غير نوع. وهي صارت هدف أغلب العمليات الجراحية. اللي هو الطبيب اكتشف انه في زائده عند ال عند ال الزائده. فهو بالعاده مثلا محل ما بيكون في جرح للجراح، لا يعني بيفتحوا القماش، فهو فاتح القماش عند الجيبه. تمام. وقاعد عم يطالع المصاري الفلوس، وحده الكتله والكتله الاخرى. اهم شيء. تمام. وهو هذاك طبعا مغمى عليه كمان، لانه فعلا الواحد يكون مريض بيخاف، فمستعد يدفع شو ما كان ل ليسترجع صحته. أنا مرات أصفن بشغلة جواد، طبعاً نفس الرسمة طبعاً. أول شيء الرياكشن الموجود بالصورة طبعاً روعة روعة. الموضوع الثاني اللي أريد أسأل عليه، مهنة الطب هي مهنة إنسانية، بس واحد مني يروح مثلاً عنده فلوس نقول زايدة أو مصاري زايدة مثل ما تقولون، يروح على مثلا دكتور، يعني مش في الدكتور مثلا محترف عالج واحد من الفقراء ببلاش. شفت هالحاله؟ حتى لنظلم في حتى لنظلم اكو بعض الاطباء مشاهير. شوف محمد، القوانين اللي بعرفها انه في شيء اسمه العشر الطبي، اللي هو انه اي مشفى خاص مهما كانت تكاليفه في 10% يمكن 10 سره او 10% ما بعرف الرقم بالضبط او الاتفاق بالضبط، هو لما ليستقبلوا الناس الفقراء اللي ما معها مصاري. تمام. يعني في نهاية الدولة ما هي كانت صحيح. بس للأسف ما بيستقبل. يستقبل بس المريض اللي عنده حالة مستعجلة ومنها الأسبوع لازم يسويها. المشفى الحكومي ينطيه بعد 6 شهور، لأنه في أو بعد سنة الحكومي. إلى أن يوصل للدور. صحيح. وهذا شيء إحنا يعني دا نشوفه صحيح. بعيوننا. مع ذلك أنا شخصيا أنا مع المشافي الحكومية لأبعد حد. طبعا وكلنا مع. تمام. يعني ولكن إذا تكون على يعني تخدم بشكل يكفي المواطن. شوف في حلقة فارغة أو ناقصة، القطاع الخاص هو قطاع استثماره حقه الطبيعي يربح وكذا وإلى آخره، ولكن لنقص الرقابة مرة ثانية ولنقص حلقة المتابعة، إنه من حق الفقراء كمان يستفق بالحالات الطارئة والإسعافية إلى آخره. أحيانا ما بيستقبل واحد إلا إذا معه مصاري. صحيح. القانون بيحتم على أي مشفى خاص، أنا اللي بعرف كان بسوريا هيك ما بعرف بقية الدول كيف، إنه أي مشفى خاص لازم يستقبل في رقم معين من الحالات الفقراء نسبة للفقراء. طبعا الفكرة كلش حلوة أني وعجبتني وعاشت إيدك جواد، نورنا وزارتنا البركة. مبدع وفتحت علينا مواضيع جديدة. هاي إرادتها أي متابعات كثيرة. السبت موجود لو لأحد إن شاء الله. نطلع من الرسم السبت إن شاء الله. السبت موجود معكم؟ السبت مو موجود أني يعني. أي ما موجود. إيه قهرتني جواد. خلاص بيجي معك غير يوم. أحد موجود. الله يكرمك. الجمعة خلاص. الجمعة. الجمعة بعد الصلاة. نتعشى سوا. إن شاء الله خير. إن شاء الله. جواد نورتنا أكيد وكالعادة مبدع. طبعا شكرا جواد زارتنا البركة.